حضرتك، اتفضل بس لو سمحتي استأذنك اتفضل في النقطة دي. اتفضل. لما كنا نعمل جمعية للإسكان وأعضاء النقابة العمال نفسيهم إحنا بنحوش لهم عشان نعمل لهم مساكن لائقة بيهم، تصون كرامتهم، شباب لسه ما اتجوزوش، المفروض ده على الدولة مش علينا كنقابة، أكيد. إنما إحنا بنساعد. يجي أنا بقى يشيل الإعفاء اللي هيدهولي، هو هيدهولي أنا ده أنا هيدهولي عايزة أقول أنا لحضرتك حاجة، أنت كلجنة نقابية كنقابة عامة. لا أنا بتكلم لو لجنة نقابية، تمام لجنة نقابية هتستفيد بإيه؟ بإعفاء المية والكهرباء، لأن هي أساسا منشأة داخل المنشأة، يعني هي حجرة داخل المنشأة اللجنة النقابية ده، فبالتالي إن المنشأة متحملة كافة تكاليفها. اللي هيستفيد المستويات الأعلى، طيب، وانا النقابة لما اكون عاوز العامة اعمل مركز تدريب، والاتحاد عاوز العام. اعمل مركز تدريب عشان ادرب العمال، عاوز اعمل مستشفى للعاملين بتاع، ده حلم من احلامنا كشباب، مستشفى للعاملين بتاع الخاص بدل ما هم بيروحوا التامين الصحي وما ادراك ما التامين الصحي، عاوز اعمل لهم مستشفى كبيره، عاوز اجيب لهم معدات حديثه للمستشفى دي، عاوز اعمل لهم مركز تدريب ادرب واهل الشباب على مهن مختلفه عشان اقدر اصفرهم يشتغلوا بره، واقوم بالدور ده بدل يعني بدل طيب الدوله. طيب هل يكون جزائي ان انا ادفع الاضعاف دي حضرتك؟ لا مش هدفع الاضعاف. بص حضرتك، احنا من الاول قلنا عايزين قانون يحقق الاستقلاليه، وان الدوله ما تبقاش طرف، وان الدوله ما تفرضش وصايه ولا ولايه ولا تحكم ولا اداره، يعني عايزين نبقى مستقلين، فنتحمل بقى لا لا مسؤولياتنا، لا، بس نتحمل دي مسؤولياتنا. مظلة، دي شبكة حماية اجتماعية. لا يعني دي عايز مش تقول، شبكة عايز مش حماية لا شبكة اجتماعية، حماية لا اجتماعية، دي تقول مش ان شبكة بتخش حماية هذا اجتماعية. القانون بيحمي او بيدافع عن حقوق اصحاب او رجال الاعمال اكتر من العمال؟ هو بيصب في مصلحتهم اكتر شوية، سنة شوية، انا القانون تتفقين مع ده ده يا استاذ لا جدا. ما اتفقش مع ده في ايه؟